ده كلام مهم جدا. تحدث بعض اعضاء مجلس الاداره، يمكن الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، والكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره، والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي لقناه الاهلي عقب هذه الزياره، نشوفهم. خليني في البدايه ارحب بالباشمهندس هشام نصر. برحب بيك يا باشمهندس، والرساله مضمونها علم مصر اللي ما بين علم النادي الاهلي وعلم الزمالك، دور كبير جدا بتلعبه الرياضه والقوى الناعمه الاهلي والزمالك النهارده يد واحده وزياره تاريخيه. اولا احب ارحب بمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، بنرحب بيهم في نادي الزمالك، اهلا وسهلا بيهم دايما، وبنعتبرها صفحه جديده للرياضه المصريه بصفه عامه. هي الزياره دي هدفها الاساسي رساله لكل المصريين، لكل الجماهير في المدرجات، لكل الجماهير سواء زمالك سواء اهلي، احنا بنلعب رياضه، الرياضة أصبحت أمن قومي. دي رسالة مهمة جدا بنصدر فيها إن الرياضة عملية تنافسية فقط جوه الملعب، براها بيبقى في علاقات دائمة بين سواء أعضاء مجلس إدارة أو اللعيبة. لما كنا بنلعب في أي منتخبات إحنا ما زالت لغاية هذه اللحظة العلاقة بيننا أكثر من رائعة، وده اللي إحنا هنحافظ عليه إن شاء الله، والفترة الجاية هتشوف تنافس شريف داخل الملعب نحاول نحققه كلنا ونوصل لافضل حاجه للرياضه المصريه. نبني على ده ازاي للفتره اللي جايه يا باشمهندس؟ هي انا شايفها ان هي رساله اول ما توجه لجانبين، الاعلام المصري والجماهير في الملاعب. لو وطئه الاحتقان بتقل بين الجميع سواء اعلاميين سواء جماهير، اعتقد الملاعب هتتفتح تاني للجماهير، الاحتفالية سواء بأي بطولة هتبقى في وضع تاني، وجهة مصر الخارجية سواء في أي منافسات دولية أكيد هتبقى حاجة كويسة إن شاء الله. عايز أروح الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشوف الكابتن أحمد سليمان عشان أسجل مع الكابتن أحمد سليمان. قال لي أنا عايز الأستاذ طارق قنديل، يعني أعتقد رسائل كتير جدا. أنا عارف العلاقة الطيبة اللي ما بين حضرتك وما بين الكابتن أحمد سليمان، أعتقد هي بتبان إن هي رسائل بسيطة لكن هي بتعي الكثير لكل أفراد المنظومة الرياضية في مصر. بين كابتن أحمد سليمان وبين المهندس هشام وكل منظومه مجلس اداره نادي الزمالك على فكره، وكابتن حسن الميمان، بس عشان نعرف بعض تقريبا من مش عايز اقول السنين، يعني حوالي 40 سنه والله. فانت زي ما اتلخبطت كده في الاول وانت بتقدم المهندس هشام نصر، ده عنوان اليوم الجميل، يعني خلاص انت اتلخبطت مين اهلي ومين زمالك. طول عمرنا علاقاتنا محترمه وقيمه مع رموز الزمالك الحقيقيين، عمرها ما اختلفت ولا اختلت، انما كان ينقص اللي هو التعاون فعلا، وان يبقى في تبادل، ان يكون موجود في المقام الرسمي او المكان الرسمي لنادي الزمالك الرموز دي تكون موجوده. الحمد لله النهارده يوم جميل ويوم تاريخي ان احنا نشرف ان احنا نيجي نادي الزمالك، القلعه العريقه، احد قطبي الكره المصريه اللي هي بيقوم عليها الكره المصريه او الرياضه المصريه، مش في مصر بس، ده القوى الناعمه في العالم العربي كله، هو الاهلي والزمالك. وطول عمرنا اصحاب واخوات، وفي الملعب بنتنافس وبيننا وبين بعض افيهات وحاجات جميله، ونقعد نهرج وننكت، كل ده وارد وكل ده جميل، ادام ما بنخرجش لا بره الروح الرياضيه ولا بره اواصر المحبه والاخوه الاصيله اللي ما بيننا. هك شفت يوم وفاه الوزير اخونا الفاضل العمري فاروق التواجد بتاع مجلس اداره نادي الزمالك، وكان الوفاء احد من عندهم، وفي الجنازه وفي العزاء. فالحمد لله العلاقه متينه، وان شاء الله نتجمع دايما في الافراح ان شاء الله دايما. كابتن احمد سليمان، المسؤوليه ليست على النطاق الرياضي ولكن مسؤوليه تجاه الدوله المصريه، شايفين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك في كل الاتجاهات، وانا عارف ان حضرتك يعني قايم بدور كبير جدا مع مجلس اداره الزمالك، انك يعني نقدر نقول عايز تطلع بقلعه نادي الزمالك وتطلعوا بقلعه الزمالك، لان الرياضه المصريه شطرايها او قطبيها هم النادي الاهلي ونادي الزمالك. اولا بنرحب بمجلس اداره نادي الزمالك، وبنترحم على الاخ العزيز لعمرو الفاروق رحمه الله عليه، وعايز اقول لك ان مفيش كان مناسبه عليها ليا غير ما طارق قنديل وعمرو فاروق كانوا موجودين فيها على المستوى الفرحه او الحزن، على طول مشاركينا في كل شيء، فرحمه الله على عمري، ومرحبين بمجلس اداره نادي الزمالك الاهلي. لكن بنقول في الاخر الاهلي والزمالك طول عمرهم قوام الانديه المصريه، المنتخبات المصريه على مستوى الالعاب الجماعيه، على مستوى كره القدم، واحنا شفنا في منتخب مصر كان يتجهز معاه كابتن محمد الصدقي، كابتن شوقي غريب كان مرافق كابتن الخطيب في شركته، كل الحاجات دي العلاقات بيننا وبين بعض. لكن زي ما طارق قنديل قال والكابتن هشام، هي تنافس في الملعب، تنافس شريف،
كان دايما بيقول لك الناس خلي عندك روح رياضيه، الروح الرياضيه دي يعني يبقى في علاقه كويسه، اللي معروف ان الرياضه دايما بالاخلاق الحميده، وده النهارده اللي احنا بنرسوه كمجلس اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك للشعب المصري كله، اللي احنا كلنا من ورا موطوخه رئاسه الجمهوريه برئاسه فتح السيسي والمنتخبات القوميه ورفع اسم منتخب مصر على مستوى الالعاب. واحنا يعني انا استغل وجود حضرتك الاستاذ طارق قنديل، ايضا المهندس هشام نصر، قياده فنيه جديده للمنتخب المصري، ورهاننا دايما بيبقى على المدرب الوطني. شفنا انجازات كتير اتحققت مع المدرب الوطني الكابتن حسن شحاته. املنا ورسالتنا اللي تقولوها للجماهير، اعتقد النهارده مع وجود جهاز فني وطني بقياده الكابتن حسام حسن وزياره الاهلي والزمالك، اعتقد يا باشمهندس رساله كبيره جدا لكل افراد المنظومه الرياضيه في مصر، مش في الاهلي والزمالك فقط. انا حابب اضيف على كلامك حاجه مهمه جدا، المكسب ما بيبقاش جوه الملعب، المكسب بيبتدي من بره الملعب. لو اي مدرب بيتم مساعدته وتهيئ الاجواء ليه من بره الملعب، اللي جوه الملعب ده بيبقى نتيجه الامتحان، نتيجه المذاكره اللي بتتم بره، المساعدات الخارجيه، التهيئ الاجواء المظبوطه، زائد بقى العلم التدريبي والتغذيه والنفسي والكلام ده كله. هنساعد المدرب الوطني اكيد هيحقق نتائج كويسه جدا، وده اللي المفروض يتم الفتره الجايه. استاذ طارق، رسالتك الاخيره للجماهير المصريه لعوده المسار الصحيح للكره المصريه. احنا بعدنا من 2010، مصر بعيده عن منصات التتويج الافريقيه، الرساله اللي تقولها وانت موجود في احد قلاع الرياضه المصريه نادي الزمالك. الجمهور هو العنصر الرئيسي في المنظومه الرياضيه، هو العنصر رقم واحد. رجوع الجمهور للملاعب وللاستادات دي هتبقى خطوه موفقه جدا في ظل العلاقه الوطيده بين مجلس ادارتي النادي الاهلي والزمالك، وان يعني نتمنى نشوف الجمهور بعد كده جمهور الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض في الماتشات، نتمنى كده في ماتشات الاهلي والزمالك تبقى العلاقه احسن ما يكون. اعتقد مبادره مهمه جدا بيقولها الاستاذ طارق قنديل، عايزين نشوف جمهورنا الاثنين مع بعض، خاصه احنا مقبلين على مباراه كبيره جدا، مباراه الاهلي والزمالك اللي تقام في المملكه العربيه السعوديه الشقيق. اعتقد برده رساله مهمه من الكابتن احمد سليمان للجماهير، سواء جماهير الزمالك جماهير الاهلي. انا سعيد طبعا بقرار الدوله زياده الجماهير في المدرجات لحوالي 20,000، وده شيء طيب جدا، لان كره القدم اعصابها الجمهور، هو المنافس هو الوحيد اللي بيدي الحماس وبيدي القوه للعبه. ان شاء الله ده اللي انا شفته النهارده، والروح دي الموجوده هنكون سفير كبير جدا للكره المصريه وللشعب المصري في بلدنا الثاني السعوديه، وديربي من ديربيات اللي هو متابعه على مستوى العالم، كان رقم 10 او 11 على مستوى العالم، الديربيات المهمه للاهلي والزمالك. ان شاء الله يكون فعلا حدث محترم يليق باسم الكره المصريه باذن الله. طبعا هو الكلمات بتعكس تاكيد المعنى بتاع الزياره والتعاون والاحترام المتبادل، ولكن لصالح الكره المصريه. ده الاضافه اللي نقدر نقول تخرج بيها من ان الحديث ده اشار الى اهميه العلاقه واستقرار المناخ العام لصالح دعم المنتخب القومي اللي كاد ان يضيع في اطار الصراع المش منطقي اللي خرج عن سياقه الفتره اللي فاتت.